السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تقطع بعض الحاجات اللي نقدر نقول سكتش، او عايز تحط ملحوظات، او عايز تكتب اي حاجة على الصور، ممكن تيجي هنا وتقول له سكتش. تمام، هيديك بعض الادوات اللي تقدر مثلا تعمل كلاود عليها، تمام، بالشكل دوت، او تحط اشكال جاهزة، او تكتب اي كتابة انت عايزها، او تكتب تعمل مثلا اي ملحوظات معينة، هتقدر تمسحهم برضو، او تقدر تضيف زي تعليق كده معين، وتقدر من هنا تختار الشكل اللي انت ترسم بيه، الويدث، التكست، زي ما انت عايز. تمام، طبعا كل تختار اداة من دول بيبدأ يديك الحاجات اللي تساعدك في الموضوع دوت. تمام، تقدر تنقله بالشكل دوت بحيث ان انت تعمل الكومنتات وتقدر تسيفها على الملف بتاعك، بحيث ان انت تبعته للناس تقول له مثلا في عندي ملحوظات معينة على